ستات كتير بتعاني ان بيتها فيه روائح مش حلوة، سواء كان في المطبخ او الحمامات او الغرف، رغم انها بتنظفها بشكل دوري وكمان بتتابع يوميا. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم، وده فيديو جديد. انا عفاف ودي قناتي، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والنهاردة فيديو جديد. مش معنى ان انت بتشمي في بيتك روائح مش حلوة او ريحة كتمة او ريحة كمكمة يبقى انت ست مش نظيفة، لا خالص. وكتير منا بيلجأ للمعطرات رغم ان هي غلط على صحتنا. طيب النهارده في الفيديو هنتكلم ليه البيت يبقى ريحته وحشه، ايه هي الاسباب والحاجات المستخبيه كده اللي ممكن تلاقي انها بتطلع ريحه مش حلوه في بيتك وانتي مش عارفه ايه السبب. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض واتمنى يعجبكم. رقم واحد واول حاجه واهم حاجه هو حوض المطبخ. حوض المطبخ من الاماكن اللي بتعمل ريحه وحشه جدا لو انتي اهملتي تنظيف الصرف وتنظيف الحوض. الحوض بيستقبل مننا كتير ميه مش نظيفه، على غسيل اطباق، على بواقي اكل، على بواقي قلي، وكل الكلام ده بيعمل بصوا انسداد في الصرف وكمان روائح مش حلوه خالص لما كل ده بيختلط مع بعضه. لو اهملتيه هتلاقي كل شويه الصرف قالب والريحه وحشه جدا. طيب من الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها وبتعمل روائح مش لطيفه خالص، لما بتقلي في طاسه او صينيه وبعدين تيجي تغسليها في الحوض، لازم وضروري انك تحطي الزيت اللي انت قليتي فيه في كيس بلاستيك وبعدين تربطيه وتحطيه في الباسكت على طول. كمان تنظفي بمنديل كل البواقي بتاعه القلي دي الاول قبل ما تغسلي الحله في الحوض، اولا عشان كل ده ما ينزلش في الحوض ويبهدل الدنيا، وكمان الاسبونشه اللي انت بتغسلي بيها ما تتبهدلش منك وتبوظ وتبقى عايزه تترمي بعد ما استخدمتيها للقلي. طب دلوقتي تعالى اوريكم بقى شكل الصرف بتاع الحوض لما بنقعد فتره ما نغيرهوش، لان هو بيتغير على الاقل كل يعني 3 4 شهور. لازم نغير الكوع بتاع الحوض اللي هو بيبقى موجود في الحوض الستانلس بتاع المطبخ ده، مهم جدا. بصوا منظر الكوع عامل ازاي. طبعا يعني احنا على قد ما بنقدر بنلم كل الحاجات اللي مش بواقي الاكل اللي ما ينفعش نحطها في الحوض، وبنلم الزيت والكلام ده كله، ولكن بصوا برضو تراكم بقى الدهون والاكل والحاجات دي كلها بتعمل بهدله جامده جدا. بصوا شايفين الاخرام ديت اللي هو الصرف، بصوا هفكه دلوقتي واوريه لكم، حاجه صعبه جدا. يعني عايزه اقول لكم ان ده كفيل جدا ان هو يقلب ريحه البيت كل شويه ريحه مش حلوه خالص. فيفضل ان انت تغيري الكوع من 3 ل 4 شهور، يعني انسب حاجه، ما تزوديش عن كده. بصوا بقى منظر الكوع، بنشتريه طبعا بيبقى معايا القطعه الستانلس اللي هي دلوقتي هحطها في الكيس دي، كده بتترمي وبيجي كوع جديد بصفايه جديده خالص، وبننضف مكان الكوع الجزء اللي موجود في الحوض الستانلس نفسه اللي بصوا الاوساخ المليانه دي عامله ازاي. مهما انت نضفتي ومهما لميتي بواقي الاكل برضه هتلاقي موجود عندك حاجات بتنزل جوه الصرف والصفايه. هنتخلص من الكوع وكمان الجزء البلاستيك اللي مع الكوع ده، وبنشتري كوع جديد بيبقى موجود معاه الجزء البلاستيك ده برضه، او استانلس او بلاستيك يعني ايا كان، وبنركبه كده وبيكون بالشكل ده، وبتبداي تحافظي طول الثلاث اربع شهور اللي انت مركبه فيهم الكوع، وبعدين بعد فتره بتغيريه، مع طبعا المحافظه ان انت ما تحطيش زيوت في الحوض، ما ترميش بواقي اكل في الحوض، ما ترميش رز باقي منك في الاكل، ولا كل الكلام ده بيسد الصرف وبيبهدل الدنيا. طيب تعالوا بقى نشوف احنا هنحافظ ازاي على الحوض او نخلي ما فيش ريحه وحشه تطلع منه. احنا اسبوعيا مره في الاسبوع، يعني 4 مرات في الشهر، وده مش كتير طبعا، ان احنا هنجيب صابون سائل بتاع المواعين ونحط عليه شويه ميه سخنه ومعلقه كربونات صوديوم وشويه خل ومعلقه ملح ليمون. هنحط الكلام ده كله مع بعضه مع شويه ميه بصوا سخنين كده، وبعدين نبدا ندعك الحوض كويس قوي بسلك مواعين يكون ناعم، بلاش السلك الخشن عشان بيجرح الاستانس. هندعك بقى الكلام ده كله جامد جدا، وندعك الصفايه وندعك المكان اللي تحت الصفايه كمان. المكان اللي تحت الصفايه ده كمان مهم جدا، لان ركنه الميه عليه بتخلي يعمل علامات صدأ كده لونها اصفر، ومره على مره تلاقي نفسك صعب التنظيف عليكي. فالحوض متابعته اليوميه مهمه جدا، ومتابعته الاسبوعيه برده مهمه جدا. الخطوه اللي انا عملتها دلوقتي دي تعمليها مره في الاسبوع، هتلاقي الحوض بتاعك زي الفل، دايما ريحه حلوه، دايما الستانلس بتاع الحوض مش لاقط اي روائح من الاكلات اللي تحطيها. وطبعا تخليكي عارفه ان دايما لما بتنظفي فراخ في الحوض او بتنظفي سمك او بتعملي اي حاجه فيها زفاره، ضروري جدا ان الحوض يتغسل بالخل كويس قوي، علشان الخل بيشيل الروائح وبيقلل جدا من ريحه الزفاره الموجوده.
من الاكل اللي احنا بنستخدمه يوميا في الحوض. طيب بعد ما بنخلص بقى اخر اليوم خالص، لما بتعملي الحركه دي اسبوعيا، تعملي خل على ملح ليمون على كربونات وعلى ميه سخنه، وتدعكي بسلك المعين كويس مع شويه صابون. طب يوميا بنعمل ايه يا عفاف؟ يوميا بنغسله كويس قوي، نرش عليه خل، وبعدين ندعك بالسبونشه وصابون، وبعدين نشطف وننشف. بس كده يبقى انت يوميا في نهايه اليوم بترشي الحوض كله بميه على خل. بيكون الموضوع ده مهم جدا، لان الخل اصلا بيعقم ويطهر، فانت محتاجه ان انت تعقمي وتنضفي الحوض كل يوم. ليه؟ الحوض بنحط فيه فاكهه، بنحط فيه خضار، بنغسل فيه اطباق، بنحط فيه اي حاجه، فلازم الحوض دايما يبقى نظيف. ما ينفعش تقشري بصل فيه وتقشري بطاطس وتحطي بواقي الاكل والكلام ده كله، لا خالص. كل حاجه بتدخل الحوض متنظفه على ورقه بره او على مشمع بلاستيك، وبعدين بنحط الاطباق في الحوض من غير اي بواقي اكل. كده خلاص اهم حاجه واهم خطوه ان انت بتجففي الحوض بعد ما بتخلصي. اي بيئه رطبه واي مكان مبلبل كده بالميه بيبقى بيئه مناسبه جدا لتجمع البكتيريا والحشرات، فضروري جدا الحوض تاخدي بالك منه كويس قوي. هو يعني موضوع كبير جدا، لو انت مش مهتمه خالص بالحوض يبقى هيحصل معاكي زي ما حصل في اول الفيديو كده، تلاقي الكوع متبهدل جدا، في طينه تحت الصفايه، وطبعا ده مكان للاكل والبهدله دي كلها، لازم نتخلص منها فورا. ولازم تتابعي الحوض يوميا واسبوعيا، وكمان الكوع عموما كل شهر يعني يتغير. بصوا شكل الصفايه طبعا، وشكل الحوض من جوه عامل ازاي، وشكل اللمعه اللي موجوده فيه. رقم اتنين، ومن الحاجات اللي بتسبب برضو روايح مش حلوة خالص في البيت، وممكن تبقي مش واخدة بالك ان هي دي اللي عاملة لك الريحة اللي مش حلوة، السجاد والمفروشات. اوقات بيتكب مننا سوائل او مشروبات او اكل، وخصوصا بقى لو البيت فيه اطفال بتبقي مش عارفة يعني تلحقيها منين ولا منين، او اي حاجة بتتقلب منك عن طريق الخطأ، بتعمل بقع. البقع دي لو نشفت من غير تنظيف، او لو نظفتيها كده على السريع يعني من غير ما تخلصي المكان دوت من البقع تماما وتخلي ريحته حلوة، الكلام دوت هيعمل لك ريحه كمكمه، وكمان يبقى مكان لتجمع البكتيريا، وتلاقي الفرشه او السجاد ريحته مكتومه كده وحشه وانت مش عارفه ايه السبب. طيب الحل نعمل ايه؟ ننظف او نفرك اي بقعه او اي حاجه تدلق مننا فورا بالميه والصابون، ونجففها كويس جدا. ودي خطوه مهمه، تتاكدي ان المكان ده نظف خالص، ما فيهوش اي بواقي اكل او بواقي عصير او بواقي اي حاجه اتدلقت عليه، وتتاكدي تماما من تنظيف اي مكان او اتدلق عليه اي حاجه. وطبعا في النقطه دي هنخص بالذكر سجاده المطبخ. سجاده المطبخ من الحاجات اللي ممكن تتبل منك بسهوله جدا، غير باقي سجاجيد البيت، تتبل منك، يقع منك اي حاجه وانت بتطبخي على البوتاجاز، صلصه، او المكان اللي تحت الحوض على طول هو مكان بيستقبل منك ميه كتير، وممكن تسقطي عليه ويحصل لك كمكمه او بلل في السجاده وانت مش واخده بالك. فسجاده المطبخ بتحتاج عنايه خاصه شويه، وعلى الاقل مره في الاسبوع بنعمل لها كده يعني ريفرش كده شويه، بنجيب شويه ميه ونحط فيهم شويه كلور جل او كلوريكس الوان او كلور ابيض عادي، اي حاجه، ونحط عليهم شويه ميه دافيه وفرشه او سبونشه عندك خشنه، وتبداي تدعكي السجاده وتخليها كده منظرها يعني لائق شويه، لان سجاده المطبخ من الحاجات اللي بتتبهدل بسرعه جدا، وخصوصا لو انت مستخدمه سجاده فاتحه. فالافضل انك تستخدمي في المطبخ سجاده غامقه، تتنشر على الاقل مره في الاسبوع، وتتعمل يعني حركه الكلور والميه دي مهمه جدا جدا، لانها بتعقم وتطهر السجاده وتخلي ريحتها حلوه. انا بغسل سجاده المطبخ دي تقريبا مره في السنه، الا لو حصل اي حاجه مثلا واتقلب عليها اي حاجه مثلا ما ينفعش انها تتنضف، انما في الطبيعي طول ما انا بحافظ عليها او واخده بالي منها بكنسها ممكن يوم بعد يوم، بشفطها بالمكنسه، ومره في الاسبوع بعمل لها كلوريكس جل على شويه ميه، وانعكها بالفرشه كويس قوي، واسيبها لما تنشف تماما، او لو اتبلت منك جدا يبقى نشريها في البلكونه على الجدار بتاع البلكونه، هتبقى معاكي زي الفل على طول. رقم ثلاثة بقى، ومن الحاجات الأساسية جدا اللي أساسا الريحة كلها بتبقى منها، هي سلة القمامة أو الباسكت بتاع القمامة الموجود سواء في الأوض أو في المطبخ. وطبعا هنخص بالذكر الباسكت بتاع المطبخ، علشان بيكون فيه بواقي أكل وسوائل وعلب لبن وعلب عصير وعلب صلصة، حتى بعد ما بتخرجي الكيس ممكن تلاقي ريحة الباسكت نفسه مش نظيفة. طب إيه الحل؟ اهم خطوه في الحل ان انت طبعا تخرجي القمامه يوميا من المطبخ. مش ضروري قوي انك تشيلي الكيس اللي موجود في الباسكت اللي في الغرف كله يوميا، ممكن يوم بعد يوم مفيش مشكله، لو حسيتي ان هو اتملى او في اي حاجه الولاد حطوها ريحتها مش حلوه مثلا بسكوتات او حاجه وعملت ريحه. انما اللي يوميا وضروري جدا هو المطبخ بصراحه، لازم الكيس يطلع يوميا.
كمان تاني خطوة انك هتعملي بخاخ يكون موجود عندك في المطبخ على طول، هنستخدمه في تلميع الباسكت من جوه ومن بره قبل ما نحط الكيس النظيف. يبقى احنا كده قللنا المجهود، مسحنا ونظفنا اي حاجة موجودة على الباسكت من بره، او سواء في الغطاء او اي حاجة حطيتيها فخلت الباسكت يتوسخ. وهتستخدمي البخاخ ده في التنظيف والتعقيم والتطهير كل يوم، لما تشيلي الكيس وتحطي كيس نظيف، قبل ما تحطي كيس نظيف هترشي رشه من البخاخ. البخاخ ده موجود فيه ايه؟ كوبايه من الخل على نص كوبايه ميه على معلقتين من اي منظف او اي حاجه ريحتها حلوه عندك، وترجيهم مع بعض وترشي رشه كده جوه الباسكت ومن بره ومن جوه، وبفوت عندك وتمسحي وتنظفي الباسكت كويس قوي، بعد كده تلبسي الكيس النظيف جوه الباسكت. الحركه دي هتخلي مجهودك يقل جدا في ان انت تقعدي كل يوم تغسلي الباسكت او تنظفيه ويكون ريحته مش حلوه. انت كده هتعملي تطهير وتنظيف على السريع. كمان حاجه مهمه جدا جدا هو ان انت ما ينفعش تحطي الكمامه اللي عندك او الفضلات الباقيه من اي حاجه عندك في المطبخ على الباسكت على طول من غير كيس. الحركه دي بصي هتدوخي جدا، هتخلي كل الحاجات اللي انت حطاها المفروض انها تترمي بتلزق جوه الباسكت، وكمان تعمل لك فيه ريحه مش حلوه. غير كده محتاج تنظيف منك وغسيل، مش هينفع ان انت تلمعي ولا تمسحي خالص. احنا بنلمع ونمسح بس مكان الكيس، حاجه سقطت في الباسكت، انما لما تستخدمي الباسكت نفسه من غير كيس هيعمل لك ازمه كبيره جدا، فاوعي تحطي القمامه من غير. رقم 4، وانا اخترت لكم النهارده الحاجات اللي فعلا بتسبب روائح وحشه جدا في البيت لو احنا اهملنا تنظيفها واهملنا الاهتمام بيها، هي فوط المطبخ. فوط المطبخ انا عايزه اقول لك ان انت لو ما اهتمتيش بيها يوميا هتبصي تلاقي عندك ريحه مش حلوه خالص في المطبخ، وهتبقي حاسه بريحه كمكمه، وايديكي يبقى فيها نفس الريحه اللي موجوده في الفوطه لو الفوطه ما اهتمتيش بيها وبتنظيفها. طب المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنبقى عارفين الفوط اللي هنستخدمها يوميا، هي فوطه مثلا البوتاجاز، فوطه للرخامه، انت مطلعه مثلا 3 فوط ولا حاجه، هم دول اللي هتستخدميهم طبعا، زائد فوطه ايديكي اللي انت هتنشفي بيها ايديكي قبل ما تستخدمي اي حاجه في المطبخ. فانت كل يوم بتطلعي مثلا فوطتين 3، فوطه لايديكي، فوطه للبوتاجاز، فوطه تلمعي بيها الرخامات دي معروفه، يبقى انت هتطلعي الثلاث فوط مثلا دول كل يوم وتكوني محدده انت هتعملي بيهم ايه، فتخرجيهم كده وتستخدميهم. طب ينفع في نهايه اليوم عرفت نحطهم في الباسكت كده ونستنى عليهم نقول لما نلم الفوط بتاعت الاسبوع كلها ونعمل لهم دوره غسيل؟ لا طبعا ما ينفعش تعملي كده. الخطوه اللي يعني المهمه جدا ان انت لو مش بتحبي تغسلي الفوط على ايديكي، او بتحسي ان هي ما بتنضفش كويس، او محتاجه تحطيها في الغساله مع ميه سخنه وكلور، تمام، يبقى انت هتنشري الفوط تنشف قبل ما تحطيها في الباسكت، دي خطوه مهمه. او تعملي لك كده جردل او بوله كبيره وتحطي فيها الفوط اللي تستخدميها يوميا وتنقعيها كل يوم بالليل مع شويه كلور وشويه ميه سخنه وتغسليهم كده يوميا، ويبقى انت خلصتي اول باول. طب انا عفاف عندي كميه فوط كبيره وببدل عليهم ومش محتاجه ان انا اغسلها كل يوم واتعب نفسي، خلاص يبقى تعملي زي ما انا بعمل. انا عندي بصوا دي كلها فوط مطبخ بستخدم منها وبغسلها كده كلها مع بعض في دوره واحده في نهايه الاسبوع. طيب او لو انا عايزه اغسل في نص الاسبوع برده مفيش مشكله لو كميه الفوط كتيره، فانا مخصصه درج ليهم في التربو في المطبخ، وده درج الفوط المطبخ بستخدم كل يوم على قد ما بستخدم، وبعدين في نهايه اليوم بشطف شطفه سريعه من غير صابون ولا اي حاجه واعصر كويس، وبعدين انشرهم ينشفوا، وبعدين في الاخر اجمعهم كلهم واعمل لهم دوره. طيب انا ليه بعمل كده؟ انا فوطه المطبخ بتاعتي مش متبهدله زي ما انتم شايفين، مش متبهدله قوي، لان انا مش بحط الفوطه اصلا على حاجات صعبه، يعني لو في طبيخه قلب مني ولا صلصه ولا بيض ني ولا اي حاجه بستخدم طبعا مناديل المطبخ الاول بشيل بيها وبعدين انضف مكان الصابون بالفوطه، فدايما تلاقوا ان الفوط عندي مش متبهدله قوي، مش بهين الفوطه قوي يعني. فالموضوع دوت مهم جدا، موضوع الفوط ان انت تهتمي بيها وبنظافتها علشان ما تعملكيش ريحه مش حلوه خالص. وبعدين انت الفوط اساسا حاولي تستخدمي فوط حجمها صغير، ما تكونش الفوطه اللي بتستخدميها كبيره عشان ما تجيش تشيلي بيها حله من على البوتاجاز، لا الفوطه تتحرق منك ولا ان الفوطه تشبك في الحوامل بتاعه البوتاجاز فتضطر ان انت يتقلب منك الحاجه اللي ماسكاها، او الفوطه تتحرق مثلا لا قدر الله. فالاهتمام بالحاجات دي اهتمام بالتفاصيل اه، ولكن هي من الحاجات اللي تخلي البيت ريحته حلوه دايما مهما انت عملتي، تحسي ان دايما البيت ريحته ما فيهوش كمكمه، دايما البيت ريحته ما فيهوش يعني روائح غريبه. لو اهتميتي بالاجزاء والحاجات اللي بنقولها دي اماكن مهمه جدا سبب في ان تظهر في بيتك ريحه مش حلوه وتبقي انت محتاره الريحه دي مصدرها ايه بالظبط. اخر نقطه ورقم 5 وهو الحمام، ومن الحاجات اللي بنعتبرها مصدر يعني للروائح اللي مش لطيفه خالص ومصدر البكتيريا وحاجات كتير قوي وممكن كمان هاموش وحشرات ولخبطه كتير لو الحمام مش نظيف. فانا دلوقتي هتكلم عن يعني 6 خطوات
ازاي نخلي فيهم الحمام نظيف وما يسبب لناش اي روائح مش مستحبه. اول حاجه يعني شباك الحمام لازم تسيبيه مفتوح على طول، ويكون المكان بيتهوى وبيتجدد له هوا كل شويه، وشباك الحمام يفضل مفتوح على طول ما نقفلهوش ابدا. لو انت في الشتاء ويعني الجو برد ممكن تقفليه بالليل، ولكن طول النهار بيكون شباك الحمام مفتوح. رقم 2، الطبيعي ان باب الحمام دايما مقفول، ولكن من وقت للتاني نسيب الباب مفتوح شويه علشان الهواء برضو يتجدد والرطوبه والعفن. رقم 3، استخدام معطر وكمان الشموع العطريه برضو بتدي ريحه حلوه جدا في الحمام. رقم 4، ننظف بمنظفات ليها ريحه نفاذه زي الكلور والخل وما شابه من الحاجات دي اللي بتخلي ريحه الحمام نظافه كده. رقم 5، تنظيف صفايه الارض والتخلص من كل الحاجات اللي متعلقه فيها زي الخيوط والشعر والتراب، كل الكلام ده بيتنظف كويس جدا، وصفايه من الحاجات اللي لو ما اهتمتيش بيها برضو بتقلب وبتطلع ريحه مش حلوه خالص. رقم 6، تجفيف الحمام كويس جدا بعد استخدامه، يعني حنفيات، حوض، ارضيات، البلل اصلا والبيئه الرطبه دي بتدعم نمو البكتيريا جدا، فضروري قوي ان انت تبقي عامله يعني فوطه كده مخصصاها لتجفيف الحمام كل يوم، وبرده بتتغسل بالكلور وتتطهر كويس جدا. ولكن ما ينفعش خالص انك تسيبي الحمام مبلول دايما، لان ده هيجيب لك ريحه وحشه، ركنه الميه على الارض هتخليه يجيب هاموش وحشرات برده، وهتبقى الدنيا مش ظريفه معاكي، وتبقي مش عارفه برده الحمام ليه ريحته مكمكمه وريحته وحشه. واخيرا غسل المفارش اللي بنبقى فرشينها في الارض اللي هي الدواسات، وكمان ستاره البانيو مره في الاسبوع على الاقل علشان نجدد كده الريحه في الحمام، تبقى دايما ريحه نظافه، ودايما يا اما ريحه كلور يا اما ريحه خل، ريحه صابون، ريحه معطر. كده خلاص عرفنا ايه الحاجات اللي هناخد بالنا منها علشان ما تسبب لناش اي ريحه مش مستحبه في البيت كله، وكمان تكوني عارفه ايه الحاجات اللي تبصي عليها على طول اول ما تلاقي ريحه مش حلوه، عرفتي هتركزي على ايه وايه الحاجات اللي هتتابعيها يوميا وشهريا واسبوعيا علشان البيت دايما يفضل نظيف. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وعايزاكي تنزلي تحت في التعليقات تكتبي لي ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في الفيديو وحاسه ان هي بتعمل لك مشكله ومش عارفه تحليها. اتمنى ان انت تدوسي لايك للفيديو ده لو عجبك، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي علامه الجرس على الكل لو حبيتي يوصلك اشعار مني بالفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير، سلام عليكم.